مرحبا بكم في أمريكا تشارت. هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحديث الرؤية قصيرة الأجل في سهم مايكرون تكنولوجي وإلقاء النظر على الهيكل العام. طيب، علشان تبقى عارف قد إيه السهم ده إيجابي على الإطارات الزمنية الطويلة ولا يختلط عليك الأمر عندما نتحدث عن الرؤية القصيرة والمتوسطة، أنا هرجع على الرسم البياني اليومي زوم أوت قليلا كده علشان تشوف من أين بدأت الرحلة الأخيرة. من حوالي مناطق 48 دولار وصل فين؟ لحد 170، أو عفوا 160. فالهبوط الحاصل جني أرباح قوي، وجني أرباح في القطاع كله مش في السهم بس، وبيعاني السوق مؤخرا من التذبذب العنيف. ولكن لو ألقيت نظرة أبعد هتلاقي إن السهم طالع من مستويات أبعد وأبعد وما زال التكوين إيجابي. نلقي نظرة على الرسم المالي الأسبوعي، شايف المنظر؟ صعود أكثر من ممتاز على الرسم البياني الأسبوعي، وفي نفس الوقت في وقت من الأوقات كان كاسر كمان خط القناة لأعلى في قوة إضافية للسهم. طبعا هنتكلم عن التصحيح الحاصل دلوقتي على الإطار الزمني القصير، لكن بعرفك بس كي لا يختلط عليك الأمر إن السهم على الإطارات الزمنية الطويلة إيجابي للغاية. هاخد من وقتك أقل من دقيقة والفت نظرك إنه على الشهري كمان، شايف على الشهري عامل إزاي؟ قيعان أعلى من بعضها البعض وقمم أعلى من بعضها البعض، فعلى الشهري السهم أكثر من ممتاز. طيب، يبقى كده الرؤية الاستثمارية في سهم مايكرون تكنولوجي رؤية إيجابية على الإطارات الزمنية الطويلة، لها شروط طبعا، وده اللي هنتكلم فيه بقى على الرسم البياني اليومي. الهبوط الحاصل عنيف، عنيف، وفقد السهم فيه من قيمته. شوف، هو نازل من 160 تقريبا، دلوقتي داخل على قرابة الـ80 تقريبا، يعني تقريبا سيكون إذا لامس مناطق الـ80 سيكون فقد 50% من قيمته، رقم يستحق من بعده المتابعة، خصوصا إنه في قطاع واعد وقطاع صلب وقطاع قوي، وهو السهم نفسه قوائمه المالية جيدة جدا وبيوزع أرباح. يعني أنا شايف إن السهم يستحق المتابعة. ليه بقى؟ بغض النظر عن إن التصحيح العنيف نزل تحت الدعم الشهري المرتقب حول مناطق 97، ورغم إنه في الطريق كاسر دعما آخر سيكولوجيا ومعنويا عند 100، ورغم نزوله تحت خط القناة الصاعد وعدم احترام أي من هذه الدعوم الثلاثة، رغم كل ده ورغم عنف زاوية التصحيح سواء الزاوية الأصلية أو الزاوية الأقل حدة، إلا إنه ما زال رغم كل ده محافظ على خط الاتجاه الصاعد. أنا في رأيي يستحق المراقبة حول مناطق 80 امتدادا إلى 85، ربما هناك هنراقب إيه؟ ربما هناك يأتي شيء من التماسك حول هذه المستويات ونرى مثلا تحرك أفقي يقدر من بعده ينطلق لأعلى علشان يواجه المقاومة المتمثلة في خط القناة والمقاومة الشهرية الأفقية، يواجههم مثلا في وقت واحد ويكسرهم هما الاثنين مع بعض للأعلى، أو بعدما يقوم برحلة تجميع بسيطة ممكن شهر شهرين حتى 3 مقبول، وكلما طالت فترة التجميع كلما كان أفضل، ويبدأ ينطلق يكسر كل مقاومة على حدة. 97 الشهرية بالتدريج هتبقى تحت خط القناة، لأن زاوية ميل خط القناة صاعدة، وبالتالي قيم خط القناة تختلف بالتدريج بمرور الوقت. فبمرور الوقت ممكن يكسر المقاومة الشهرية لوحدها وبعد كده خط القناة لوحده. هذه المناطق
التي يستحق عندها المراقبة. دعم 80 والخمسة وتمانين، ثم لكل مقام مقال. إنما شرحته هنا ده هو تأثير الارتداد من مناطق 80 والخمسة وتمانين. فاحنا عايزين هنا يحصل شيء من التماسك والتوقف عن الهبوط، وهنا نقول مثلا في منتصف أكتوبر يحصل شيء من الارتداد الأعلى مرة أخرى مع تحسن السوق بقى وخفض سعر الفايدة وانخفاض تكلفة تمويل القروض وانتهاء الانتخابات وما شابه من أمور معلقة في انتظار أن تنتهي. طيب بالنسبة للمستثمر قصير الأجل الذي يمتلك مراكز افتراضية، طبعا كل صمامات الأمان انكسرت، سواء بقى من 136 سواء من 128. وخلي بالك الارتداد اللي حصل هنا ده في مشكلة، انه كاسر ايضا صمام امان اخير عند 97 وكاسر خط القناة، يعني ما سبش على الاطارات الزمنية القصيرة التي بدأت تميل الى المتوسطة، ما سبش دعما الا وكسر. فالملحوظة هنا اللي لازم تاخد بالك منها وتنتبه لها، ان اذا ما ذهب السهم الى خط الاتجاه فلا يكون الشراء الافتراضي تلقائي. اول حاجة محتاجين مجموعة انماط سعرية تظهر، ومحتاجين شموع يابانية شرائية اسبوعية تكون افضل، ومحتاجين احجام تداول اعلى عند الارتداد. فمش مجرد وصول السهم لل 85 يبقى دخول افتراضي تلقائي ومتاجرة ورقية سريعة بغض النظر عن انتظار الاشارة الفنية. محتاجين نشوف ثبات فوق خط الاتجاه ويعمل كدعم مرة واثنين وثلاثة، علشان من بعدها نبدأ نسترجع الثقة في خط الاتجاه قبل أن نبدأ في دخول افتراضي باختبار الدعم أو بكسر المقاومة. في الوقت الحالي انتظار فقط لا غير. أظن كده رؤية سهم مايكرون تكنولوجي اتضحت. وإن كان في إشكالية بقى، إن من يمتلك مراكز افتراضية أصبح السهم على بعد 8 دولار فقط من صمام الأمان الأخير ألا وهو خط الاتجاه، فهو على بعد 10% إضافية كمخاطرة إذا ما ذهب إليها مايكرون تكنولوجي. وبالتالي السهم حاليا لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة في معاناة ومخاطرته مرتفعة للغاية، لأن صمام الأمان على بعد 10% إضافية من ثمنه دلوقتي، ناهيك عن الهبوط العنيف اللي حصل في آخر أسبوعين. ولذلك فالمخاطرة جدا مرتفعة لمن يمتلك مراكز افتراضية، ولا ننصح بإضافة كميات جديدة افتراضية في الوقت الحالي حتى يتبين نجاح خط الاتجاه من عدمه. أظن كده استوفينا رؤية مايكرون تكنولوجي. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.